السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم مس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة ستة نكمل مع بعض شرح منهج اللغة الإنجليزية كينكت 6 من كتاب بيت 2024 الفصل الدراسي الأول طبق تعديلات الوزارة الحديثة، مكملين يونت 5 الوحدة الخامسة. يونت 5 أميزنج جيرنيز، يعني رحلات مدهشة أو رحلات مذهلة. النهاردة معانا ليسون 3 الدرس الثالث، ده عبارة برضو عن تو بارتس، جزئين. الجزء الأول بارت 1 بيقول لك ماركو بولو كروس ذا ديزرت. طبعا ده المستكشف اللي احنا خدناه في الدرس الاول في الوحده، المستكشف ماركو بولو الايطالي قال لك ايه كولوسوس ذا ديزرت، يعني ايه اولاد ماله يعبر الصحراء. تمام، تعالى بقى نشوف عندي المين فوكاب، قافله كارافان كارافان كارافان، منبهر فاسينيتد فاسينيتد فاسينيتد، يتارجح او يتمايل. سوي 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 سوي، يتجول. واندر واندر واندر، الأرض الكاحلة أو الأرض البور. ويست لاند ويست لاند ويست لاند، قصة خرافية أو أسطورة. ليجند ليجند، دي منطقة ليجند. كارفان كارفان كارفان، فاسينيتد فاسينيتد فاسينيتد. سوي 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 سوي، واندر واندر واندر. ويست لاند ويست لاند ويست لاند، ليجند ليجند ليجند. adjectives and adverbs، صفات وأحوال. الصفات adjectives، خطير dangerous dangerous dangerous، فارغ empty empty empty، تائه lost lost lost، مخيف frightening ال gh silent frightening frightening، غامض mysterious mysterious mysterious، dangerous dangerous dangerous، empty empty lost lost، frightening frightening mysterious mysterious. الأحوال silently، يعني بصمت. silently silently، ببطء. slowly slowly slowly. other words، كلمات أخرى. مغامرة adventure adventure adventure. صحراء gobi، يعني gobi desert gobi desert gobi desert. الأفق horizon horizon horizon. يدوم أو أخير lost lost lost. صحراء لوب نور في الصين، لوب نور لوب نور لوب نور. طيب جمال وحيدة السنام اللي هي الجمال العربي، جمل عربي اسمها دروميديرز 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 دروميديرز. واحد نوح، يعني نوح. ويسز نوح ويسز، كثبان رملية. ساند يونز ساند يونز ساند يونز، امواج. ويفز waves. adventure adventure. gobi desert gobi desert. horizon horizon. lost lost. loop noor loop noor loop noor. dromedaries dromedaries dromedaries. noh oasis noh oasis. sand dunes sand dunes sand dunes. amwag waves waves waves. conjugation of verbs، صرفات افعال. عندي افعال منتظمه بيضاف الدي لو الفعل اخره ايه او اي دي اذا لم ينتهي بإي، او اي اي دي لو الفعل اخره واي اولاد وقبلها ساكن، بنحذف الواو ونحط الهاي اي دي. دي كلها كده ايه، تحول الفعل ايه للمصدر البسيط. افعال تانية ايريجولار غير منتظمه تحفظ كما هي، ليس لها قاعده ثابته. افعال منتظمه عندي يتحرك موف، عشان اخرها ايه هنضيف لها دي بس، تبقى موفت موف موفت موف موفت. يلف او يتدحرج، يعني رول رول رولد رول رولد رول رولد. يعرف نو الماضي منها نيو نو نيو نو نيو نو نيو. يستطيع كان كود كان كود كان كود. يضل او يتوه لوز لوست لوز لوست لوز لوست، تبقى موف موفت موف موفت. رول رولد رول رولد. نو نيو نو نيو. كان كود كان كود. لوز لوست لوز لوست. 207 definitions التعريفات. قال لك منبهر بيه يعني fascinated by، قال لك very interested in يعني مهتم بيه. كارفان اللي هي القافلة، قال لك a group هي مجموعة of camels من الجمال and people والناس traveling to together، بيسافروا سويا. swaying متأرجح أو يتمايل. moving from side to side، يتحرك من مكان إلى آخر، يعني ماشي بيعمل كده ماشي بيعمل كده. طيب waste land أرض كاحلة أو بور. A landscape هي ايه؟
منطقة طبيعية وأرض طبيعية where nothing lives، لا يعيش فيها أي شيء، مكان لا يعيش فيه أي شيء. wandered يعني تجول. قال لك walk around without a direction، يتمشى بدون اتجاه، يعني ماشي كده وخلاص بدون اتجاه، يعني without a direction. legend اللي هي القصة الخرافية. قال لك a very old and famous story، قصة قديمة جدا ايه ومشهورة. أهم الجمل في الدرس. قال لك ماركو بولو was 21 when he went into the Gobi Desert، كان ماركو بولو في 21 من عمره عندما ذهب إلى صحراء جوبي. قال لك he was fascinated by the sand dunes، كان مفتون أو إيه مغرم بالإيه ولاد الكثبان الرملية. sand dunes moved with each step the camels made، تحركت أو كانت تتحرك الكثبان الرملية مع كل خطوة يا ولاد اتخذتها الجمال. the wind made them move and roll like huge waves، جعلتهم الريح يتحركون ويتدحرجون مثل الأمواج الهائلة. local people السكان المحليون called the Gobi Desert the dry sea البحر الجاف، لأنها في حركتها يا ولاد مع الرياح تشبه الإيه الأمواج. it was a mysterious and dangerous place، كان مكان غامض وخطير. by day في النهار it was boiling hot، الجو بيكون ايه يا ولاد شديد الحرارة. by night it was freezing cold، الجو بيكون قارس الايه البرودة. there were many strange legends about this desert، هناك العديد من الأساطير الغريبة عن هذه الصحراء. تين وتمانية. what did the desert look like to ماركو بولو؟ why كيف كانت تبدو الصحراء لماركو بولو؟ تعالى قلنا ماركو بولو ده يا ولاد ان ايطاليان اكسبلورر، هو مستكشف ايطالي، ده كان ايه من اول الاشخاص في الغرب يذهب الى الصين، الكلام ده كان من اكتر من 800 سنه. تمام، بدا رحلته من فينيسيا، يعني بدا رحله بتاعته ايه فويج، كانت رحله بحريه. تمام، من فينيسيا لكرواتيا وبعد كده لايران، ده كله عن طريق البحر، وتوقف عند ايه هرمز، مضيق هرمز، وبدا يكمل بقى الرحله بتاعته يا ولاد عن طريق الصحراء. فانا بقى عندي الجزء في الرحله وعن طريق الصحراء ده بنتكلم عنه بقى. تمام، بنتكلم على الجزء بتاع رحله ماركو بولو للصين، الجزء بتاع الصحراء بعد ما توقف في هرمز. تعالى بقى نشوف الرحله بتاعه الصحراء ايه اللي حصل فيها. قال لك ماركو بولو was 21، كان عنده 21 سنه، وين عندما in 1275 سنة 1275 ايه he went into the desert جوبي، عندما ايه ذهب إلى صحراء جوبي for the first time لأول مرة. he was fascinated by the sand dunes، كان مفتون بالكثبان الرملية which moved with each step to the steps the made camels، التي كانت تتحرك مع ايه كل خطوة تخطوها الجمال. some of the dunes بعض الكثبان were 6 meters tall، كان يبلغ ارتفاعها يا ولاد أو طولها 60 متر and 20 meters long، وعرضها ايه يا ولاد وعرضها 20 متر. and their shapes واشكالها were always changing، شكل الكثبان يا ولاد او الكثبان الرملية دي دايما بيتغير في تغيير مستمر بسبب الرياح. ليه؟ the wind made them move، تجعلهم الرياح يتحركوا. ها and roll، roll يعني يا ولاد يتحركوا، يعني ايه تقلبوا كده like usual waves، يو waves زي ولاد الامواج، تحس ان قدامك بحر كده ايه الامواج بتاعته بتتحرك. تمام، ده بسبب ايه شديد الرياح. ان فاكت في الحقيقه ذا لوكال بيبل السكان المحليين اللي ساكنين في جوبي ديزرت كولد ذا جوبي ديزرت يسموها ايه يا ولاد ذا دراي سي البحر الجاف، لانها تشبه البحر. ان ذا لانجوج دروميديرز الجمال العربيه وحيده السلام. ان ذا كارافن في القافله موفد سلولي اب اند داون ذا ديونز، كانت تتحرك الايه يا ولاد الجمال في القافيه تتحرك ايه اب اند داون، يعني ايه متمايله كده سوينج لايك بيج شيبس اوفر ذا اوشن، كانت بتبقى ماشيه كده تتحرك يا ولاد عامله ايه تطلع لفوق ولتحت زي الايه زي الامواج، سوري قصدي زي السفينه اللي ماشيه في البحر. يبقى الجمال وهي ماشيه في القافله وبتتحرك كده بتتمايل لاعلى ولا اسفل يا ولاد شبه السفينه اللي ماشيه ايه في الاوشن في المحيط. السبنطاشين يبقى الجمال تشبه يا ولاد السفينه اللي ماشيه في المحيط تتمايل. قال لك زي وين توارد توارد لوب نور، اتجهوا ناحية ايه يا ولاد صحراء
لوبنور ذا لاست فيليج او قريه لوبنور، دي كانت ذا لاست فيليج اخر قريه before the empty waste land of the desert. دي كانت اخر قريه قبل الايه الارض الجرداء او القاحله في ذا ديزرت في الصحراء. ماركو نيو ذات افتر ذيس بليس، كان عارف ان بعد المكان ده there was nothing، لا يوجد اي شيء، for thousands of kilometers لالاف الكيلومترات. تمام، اخر حاجه لوب نور، وبعد كده بقى الارض ايه قاحله وجرداء ما فيهاش اي حاجه، no people ما فيهاش ناس، no plants ولا نباتات، no water ولا ميه، ها لالاف الكيلومترات. طيب it was a mysterious and dangerous place، كان مكان غامض وخطير. by the في النهار it was boiling hot، بيبقى شديد الحرارة. by night وبالليل it was freezing cold، شديد الايه البرودة او كرس البرودة. sometimes احيانا there was snow، كان بيكون في جليد يا اولاد. كمان they went on silently، كانوا متحركوا يا اولاد القافلة ماشية في صمت. but often often احيانا the wind made strange noises، الصحراء كانت سوري يا ولاد الرياح اللي في الصحراء وهم ماشيين فيها كانت بتعمل ضوضاء او اصوات غريبه، like voices singing، تحس ان في حد بيغني، and drums playing، ويعزف على الطبول far away من بعيد. تمام، يبقى الاصوات اللي كانت بتعملها الرياح وماشيين في الصحراء يا ولاد تشبه اصوات الغناء والعزف على الطبول من بعيد. قال لك there were many strange legends، قال لك في اساطير وقصص كتير جدا غريبه about this desert، عن الصحراء دي. people said، الناس بتقول that travelers، ان الرحاله او المسافرين who were lost، اللي فقدوا او تاهوا long ago، منذ وقت بعيد، in the desert، في الصحراء دي، wondered there still، ما زالوا يتجولوا هناك. before they left لبنور، قبل ايه اولاد ما ينتهوا ايه او يغادروا لبنور، ماركو made sure، تأكد ان they had enough food، احنا قلنا اخر حاجه قريه لبنور دي، بعدها بقى الارض الجرداء اللي ايه لالاف الكيلومترات اللي احنا بنتكلم عنها دي، اللي هي ما فيهاش ولا نبات ولا حيوان ولا ميه ولا اي حاجه خالص. قال لك اتاكد بقى ان هو ايه معاه enough food، معاه طعام كافي، ان ودر وميه، لمين يا ولاد؟ للرجال اللي معاه في القافله، ان انيمالز والحيوانات، تو لاست فور 1 مانث، تكفيهم لمده شهر. افتر اكزاكتلي 30 دايز، بعد 30 يوم بالظبط يعني بعد شهر، اوف ذا ترافلنج، من السفر، traveling across the frightening empty land، خلال هذه الأرض الفارغة المخيفة، قال لك زي finally، في النهاية خلاص، saw the green line، شاف الخط الأخضر، of نوح oasis، لواحد نوح، on the horizon، في الأفق. they had no water، خلاص ما كانش معاهم مية، المية خلصت اللي معاهم، and no food، ولا معاهم طعام، and the animals were exhausted، وأصبحت الحيوانات منهكة أو متعبة. قال لك but their desert adventure was over، لكن انتهت ايه يا ولاد رحلتهم ايه المغامرة كانت رائعة حقا. they were in China، واصبحوا ايه اخيرا في دولة الصين. لاحظ الصفات والاحوال في النص تعلم اهمية استخدامهم حيث تساعد القارئ، يبقى ايه يعني بيعرفك ان ايه يا ولاد الصفات والاحوال مالها، تساعد القارئ على تخيل ما يحدث، وتساعد القارئ ايضا على فهم كيف تشعر الشخصية. تمام، 209، انظر الكلمات المكتوبة بخط أسود عريض في النص وكم بتفاصيل معانيها. fascinated by يعني interested in، حرف السي. كارفان اللي هو الكارفان قلنا جروب اوف كاملز، مجموعة من الجمال والناس بيسافروا مع بعض، يبقى حرف الايه. swing يتمايل، قال لك moving from site to site، يتحرك من مكان إلى آخر. waste land الأرض الايه الجرداء، قال لك a land where nothing lives، أرض ما فيهاش أي حاجة حية. واندر يتجول، قال لك ووكد اباوت وزاوت دايركشن، يمشي من غير اتجاه. ليجند اللي هي الاسطوره، قال لك افيري اولد اند فيموس، الصوره قصه قديمه ومشهوره. هاو بيج وير ذا ساند يونز ان جوبي ديزرت، قال لك ايه حجمها قد ايه، قال لك ايه 6 متر سول اند 20 متر لونج. وات واز ذا نيم اوف ذا لوكال بيبل كولد ذيس ديزرت، سموها ايه يا ولاد؟ سموها ذا دراي سي، سموا صحراء البحر الجاف.
What moved like big ships over the ocean؟ اللي كان بيتحرك زي السفن في المحيط يا ولاد. ايه الدروماديرز اللي هي الايه؟ الجمال العربية. What was the weather like there؟ الطقس كان عامل ايه؟ In the day، في النهار. It's very hot. At night، بالليل. It's very cold. عندك في النص يقول لك ايه؟ boiled hot، يعني حرارة لدرجة الغليان، وبالليل بيقول لك ايه؟ كولد فريز، اللي هو ايه؟ البرودة، او الايه، لدرجة الايه، الايه الفريز، اللي هو ايه ولاد؟ التجمد. بيقول لك ايه؟ what was strange about the wind؟ ايه الغريب اللي كان بالنسبة للصحراء يا ولاد؟ the wind، الرياح. made strange، اللي بتعمل strange يا ولاد noises، لو ده مزعج قلنا ايه؟ تحس ان في حد بيغني وبيعزف على الطبول. how long were they in the desert؟ قعدوا قد ايه في الصحراء؟ 30 يوم، 30 days. الجزء التاني 210، بارت 2. the mysterious land، الأرض الغامضة. ضوء الشمس light of، سوري، ضوء الشمع، آسفة جدا، light of a candle، ال G H silent هنا، light of a candle، light يعني ضوء، candle شمعة، light of a candle، ضوء شمعة. تشرق الشمس comes up، comes up، comes up. أشجار النخيل palm trees، palm trees، palm trees. ربما perhaps، perhaps، perhaps. مرهق أو مرهق أو متعب exhausted، exhausted، ال H silent. فظيع أو سيء terrible، terrible، terrible. جزيرة island، island، island. ميناء port، port، port. telescope يعني telescope، telescope. القائد the captain، captain، captain. small cabin، حجرة صغيرة أو مقصرة صغيرة. small cabin، على سفينة. writer، كاتب. يبقى light of a candle، comes up، palm trees، perhaps، exhausted، exhausted، terrible، terrible، island، island. بعد كده port، port، telescope، telescope. the captain، القائد. small cabin، writer. conjugation of verbs، أفعال منتظمة. يدوم last، ها، تبقى lasted، إيدي. يبدو seem، seemed، تبقى last، lasted، seem، seemed. أهم الجمل. قال لك today was a long pouring day with terrible weather، النهاردة كان يوم ايه؟ ممل بطقس سيء. my journey، رحلتي to the mysterious island wasn't possible، رحلتي للجزيرة الغامضة، ها، لم تكن ممكنة. I can see the island through my telescope، أستطيع أن أرى الجزيرة من خلال التلسكوب الخاص بي. the beaches، الشواطئ. are white، لونها أبيض. and sandy، ومليئة بالرمال. ها، with many palm trees، وبها العديد من أشجار النخيل. there are green mountains، في جبال خضراء. and its center، في وسطها. at its center. قال لك I had quite a relaxing sleep in my cabin last night، لقد نمت نوما هادئا في حجرة الليلة الماضية. I had breakfast، ناولت الإفطار، with the others، مع الآخرين. on the ship، على متن السفينة. 211 بيقول لك ايه بقى؟ listen and read to the page from، إلى أي صفحة من إيه؟ 18th century، القرن الثامن عشر. writer's diary، مفكرة كاتب من القرن الثامن عشر. دي صفحة منها يا ولاد. where was he when wrote it، أين كان عندما كتبها؟ قال لك the mysterious land، الأرض الغامضة. day one، اليوم الأولان. January 17، السابع عشر من يناير. today was a long day، sorry، today was a long boring day، النهاردة كان يوم طويل وممل. والسرب والوزر بطقس ايه؟ سيء. the ship didn't leave the port، السفينة لم تغادر الميناء. so my journey
to the mysterious island wasn't possible. لذلك رحلتي إلى الجزيرة الغامضة لم تكن ممكنة. I can see the island through my telescope. أستطيع أرى الجزيرة من التلسكوب بتاعي. The beaches are white. الشواطئ بيضة. And sand مليئة بالرمال. With many palm trees ومليئة بأشجار النخيل. And there are green mountains at its center. وفيها أشجار بتاع دي جبال خضراء في منتصف هذه الجزيرة. It's exciting to imagine what I could find there. من المثير أن تتخيل ما أنا أتخيل ماذا أستطيع أن أجد هناك. I'm sure I'll travel there soon. متأكد أن أسافر هناك قريبا. ديتو اليوم الثاني جانوري 19 19 من يناير. I was sad all day yesterday. بالأمس طول اليوم أنا حزين كنت حزين. The weather الطقس was still bad ما زال سيئا. And there were strong winds. وكان في أولاد رياح شديدة أو قوية. I went for long walks around the ship. يعني أنا مشيت في جولات أو جولات تمشية طويلة جدا around the ship يعني حول السفينة to pass the time عشان أعدي أو أمر الوقت during the day أثناء النهار. In the evening في المساء كنت بعمل يبقى في النهار كان يتجول يا ولاد walks around. في المساء كان بيعمل حاجة تاني. I had nothing to do ما كنتش بلاقي حاجة أعملها. But read my book لكن كنت بقعد أقرأ كتابي لا by the light of candle على ضوء شمعة in my small cabin في الحجرة الصغيرة بتاعت اللي على السفينة. Today اليوم the sky is a bit clearer يعني النهاردة السماء صافية إلى حد ما أو قليلا. There is some hope يوجد بعض الأمل for my journey في رحلتي perhaps ربما. But time seems to move very slowly in this place. الوقت بيتحرك ببطء في هذه المنطقة. Day 3 اليوم الثالث جانيوري 21 في 21 من يناير. I had quite a relaxing sleep. لقد نمت نوما هادئا in my cabin last night في حجرتي في السفينة الليلة الماضية. And this morning وهذا الصباح I had breakfast روالت الإفطار with the others مع الآخرين on the ship على السفينة. In the afternoon بعد الظهيرة there was good news كان في أخبار جيدة جدا from the captain من الكابتن. Tomorrow غدا the weather will be good بكرة الطقس هيكون جيد with no wind بدون رياح يعني الدنيا هتكون هادية. So we can go to the island لذلك سوف نستطيع أن نذهب إلى الجزيرة in the morning في الصباح. The ship will leave when the sun comes up سوف تغادر السفينة عندما تشرق الشمس. I'm very excited متحمس جدا. Soon I can explore the mysterious island. قريبا سوف استكشف الجزيرة الغامضة. 212 بيقول لك السمع مرة أخرى وأكمل الجمل. The writer feels not when the day one feels sad كان حزين. Because the ship can't leave لن تستطيع أن تغادر. قال لك the writer want to go to the island عاوز يروح الجزيرة. The writer can see it through its من خلال يا ولاد التلسكوب. بعد كده the island has no beaches white كان فيها شواطئ بيضة with many palm trees. At the center of the island there are كان فيها ولاد green mountains جبال خضراء. On day to اليوم التاني the writer spends his time قرا وقته ازاي؟ no walks around the city the ship يتجول حول السفينة. The writer feels not on the third day شعر بالايه ولاد؟ happy بالسعادة. The ship will leave the port. خلاص السفينة هتغادر الميناء اليوم الرابع. Pronunciation للصوتيات. عندي الجه وعندي الجه. الجه يا ولاد مع صوت الجي.
قال لك نلقى زي او هذا الصوت ننطق حرف دي ثم جي المعطشة وتمثله الحروف الج في الكلمات الآتية. تعالى: يدمر دامج دامج دامج، ضخم هيوج هيوج هيوج، ثلاجة فريدج فريدج فريدج، اليابان جبان جبان جبان، أمتع لوجج لوجج لوجج، كوبري بريدج بريدج بريدج، كاريا فيليج فيليج فيليج، دامج دامج هيوج هيوج، فريدج فريدج، جبان جبان، لوجج لوجج بريدج بريدج، فيليج فيليج. عندنا بقى ينطق هذا الصوت كما ننطق حرف الجاء المعطشة وتمثله الحروف اس اي و اس يو في الكلمات الآتية: كنز تريجر تريجر تريجر، يقيس ميجر ميجر ميجر، اسيا ايجيا ايجيا ايجيا، تلفزيون 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 تلفزيون، تريجر تريجر تريجر، ميجر ميجر ميجر، ايجيا ايجيا، تلفزيون تلفزيون. كلمتين على الج: ايج عمر ايج، نقطة جوك جوك، خطير دينجرس دينجرس، جيري ده اسم حد جيري جيري، ارينج ارينج، جاست جاست، لانجويج كيج، ج يوجوالي ليجر بليجر، السمع ورد هيوج فريج ميجر تريجر. ضع خط تحت صوت الج او ج ثم اكتب الكلمات في العمود الصحيح. يوجوالي ايج مكتوبة جوك ليجر، ايجي دينجرز، لانجويج تلفزيون، مكتوبة يا ولاد مكتوبة كيج، تمام يقول لك listen read and repeat. خلاص الجمل دي فيها ايه؟ اصوات الج والج: the bridge in the village is damaged and dangerous. Our on television. They said that in Asia they found too much treasure to measure. Jerry just arranged to send his luggage to Japan. I usually play games for leisure and pleasure. 214 تدريبات الدرس الثالث. Listen and complete. السمع واكمل. اسمعوا معايا نص الاستماع يا ولاد. بيقول ايه؟ ماركو بولو went to many places he didn't know. ماركو بولو ذهب الى اماكن كثيره ايه لم يعرفها. He was amazed and fascinated by the world. كان مغرم ومهتم بالعالم. ماركو teaches us علمنا to keep an open mind ان احنا نكون ايه متفتحين العقول. He didn't want others to be like him. ها ما كانش عايز الاخرين يكونوا ايه زيه. قال لك ماركو بولو وانتو من ايه الى من ايه ولا راح من ايه بليسس اماكن عديدة. He was amazed كان amazed and ايه ولاد fascinated by the world. مفتون بيه او مغرم بيه دي اس حرف الاس يا ولاد. Noah teaches us to keep an open mind. ماركو بولو didn't want others to be like him. Choose the correct answer from A, B, C or D. We can ride. نستطيع أن نركب إيه؟ A cruise the desert عبر الصحراء.
شيبس السفن، دروميداريس الجمال العربية، بورس القوارب، شيبس السفن المحلات طبعا، دروميداريس الجمال. ماركو بولو يوز هيز نوت تو سيز ايلاند، استخدم ايه عشان يرى الجزيرة؟ مايكروسكوب، كارافان، تلسكوب، نايت مير طبعا التلسكوب. نقط ار جروبس اوف كاملز، مجموعة من الجمال اند بيبول والناس، ترافلينج توجذر بيسافروا مع بعض. ايلاندز الجزر، اويسيس الواحات، ساند ديونز الكثبان الرملية، ولا كارافانز القوافل طبعا القوافل. ذا شيب ليفت ذا نقط، السفينة غادرت ايه؟ تو ترافل تو ذا ايلاند، الايربورت المطار، بورت الميناء، ستيشن محطة، باص الصبح، محطة اتوبيس طبعا بورت الميناء. تعال نوصل. fascinated by، مغرم بيه او مفتون بيه، معناها يا ولاد to be ايه؟ interested in، مهتم بيه. to wonder انك تتجول، is to ايه يا ولاد؟ walk about تتمشى، without a direction من غير اتجاه. today was a long boring day، النهارده كان يوم ممل. والسرب والوزر والطقس كان سيء. The wasteland is a landscape where nothing lives، الأرض الكاحلة والجرداء، أرض لا يعيش فيها أي شيء. ميتين وخمستاشر read and complete. legends للأساطير، في سنة المغرم بوزر طقس اكسبلور المستكشف. I read an interesting book about Marco Polo، قريت كتاب ممتع عن ماركو بولو. He was a famous explorer، مستكشف مشهور. He was not by fascinated by، كان مغرم بالايه؟ sand dunes. He loved the desert، كان بيحب الصحراء. There were many strange legends، في أساطير غريبة about the desert. people said that travelers who were lost long ago in the desert wandered there still، ناس بتقول إن الرحالة اللي فقدوا هناك في الصحراء ما زالوا يتجولوا فيها. rearrange the words to make correct sentence. he was fascinated باي ذا ساند ديونز، كان مفتون بالكثبان الرملية. I had breakfast، تناولت الإفطار. on ذا شيب، على السفينة. with the means others، طيب I can explore the mysterious island، يمكنني استكشاف الجزيرة الغامضة. ال local people، السكان المحليين. called the Gobi Desert، سموا صحراء جوبي سموها يا أولاد. the dry sea، البحر الجاف. write a paragraph of 50 words using the following guiding elements، عن ايه؟ a journey you went in the past، رحلة ذهبت إليها في الماضي. ده مجاب عن الولاد في آخر الوحدة. صفحة 224، تمام؟ A journey you went in the past. I went to the beach، ذهبت إلى الشاطئ. And it was wonderful، كان رائع. The sand، الرمال. was soft، كانت ناعمة. and warm، ودافئة. the soft wind، الرياح الايه بقى؟ الهداة. touched my face، يعني يا ولاد
كانت بتخبطني في وشي تلمس وجهي. It was nice، كانت لطيفة. I enjoyed making sand castles، استمتعت ببناء الايه القلاع الرملية. The sun was shining، الشمس كانت ساطعة. And I enjoyed swimming in the water، واستمتعت بالسباحة في الماء. It was a beautiful day، كان يوم جميل جدا at the beach، في الشاطئ. كده يا ولاد نكون انتهينا من شرح الدرس الثالث وحين تدريباته من الوحدة الخامسة يونت 5 من كتاب بيت للصف السادس. الفيديو الجاي ان شاء الله معانا اخر درس في الوحدة الدرس الرابع. يا ريت نعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلنا ان شاء الله كل جديد. ريت كمان يا ولاد نعمل متابعة لصفحة الفيسبوك اسمها مس هبة رجب، نفس اسم القناة بالعربي مس هبة رجب، تمام؟ وارفع عليها الحلول بتاع الوحدات وارفع عليها الفيديوهات، اي حاجة محتاجة نفتح قناة غير الصف السادس بشرح بيت ومعاصر وجيم. يا ريت لايك واشتراك عشان يوصلنا كل جديد. في انتظار دعمكم المستمر لينا، بتمنى لكم نجاح بر والتوفيق. كانت معكم مس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.